بعد انفصال النجمين العالميين زين مالك وجيجي حديد، كشفت صحيفة مترو البريطانية إنه جيجي عم بتعيش حالياً علاقة جديدة مع بطل سباقات السيارات فورميلا 1 لويس هاملتون. طرح موقع الفن باستفتاء الأسبوع الماضي سؤال على الجمهور العربي بعد اللغط حول منعه، أنتم مع أو ضد إيقاف برنامج أبلة فهيتة؟ أما النتيجة فكانت 64% من الجمهور أعرب عن رفضه لإيقاف البرنامج و36% أيد فكرة توقيف بثه. أما سؤالنا إلكم هالأسبوع فهو أي حفل جوائز بتفضله، الميراكس دور أو البياف؟ منذكر أنه للمشاركة بالاستفتاء ما إلكم غير أنه تدخلوا على صفحة الفن الرسمية على تويتر. أعربت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي عن دعمها للممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم من خلال تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الانتقادات يلي طالتها بسبب ظهور اختلاف بملامح وجهها، واتهم البعض بإجراء عمليات تجميل معتبرين إنها قللت من جمالها وما تمت بالشكل المناسب. خرجت الممثلة المصرية درة عن صمتها وردت على الجدل الكبير اللي أثاره البرومو التشويق الأول لمسلسل نسر الصعيد يلي بتتشارك بطولته مع الممثل المصري محمد رمضان بسبب اتهام البعض رمضان بتجاهل درة لعدم ظهورها بهالإعلان. فردت درة وقالت هيدا مش إعلان مسلسل، هيدا تيزر لشخصية زين بس. ننتقل لفقرة شيك بوليس. استوحى المصمم توني ورد من الطبيعة بفصل الخريف لما صمم مجموعة الألبسة الجاهزة لخريف وشتاء 2018-2019. تجمع لوحة الألوان درجات غنية من اللون الذهبي والرمادي الغامق والبرتقالي، الأحمر العميق، الأزرق المخضر والرمادي الفضي، فبترسم صورة حية وبتعزز الشعور بالخريف. لتعرفوا كل أخبار النجوم يلي بتحبون زوروا موقعنا الفن.com وما تنسوا تعملوا سبسكرايب على قناة الفن على يوتيوب واكبسوا على الجرس ليصلكم نوتيفيكيشنز بكل الفيديوز الجديد، وتابعونا يوميا بموجز بقدم لكم أبرز الأخبار الفنية يلي بتهمكم.